أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاج. للبيئة أهمية بالغة في حياة المجتمعات والدول والشعوب، خصوصا في ظل الثورة الصناعية التي يشهدها العالم بأسره، والتي باتت في بعض جوانبها تهدد حياة بعض الكائنات الحية، بل وصارت تغير مناخ المعمورة وترفع درجات حرارة الأرض، حتى وصل تأثيرها إلى طبقات الجو العليا، مما استنفر العالم بمنظماته ومؤسساته المعنية بالحفاظ على البيئة والحفاظ على حياة الإنسان بالتبعية. والليلة سنناقش في برنامج هاشتاج كل ما يخص بيئة الكويت تحديدا، وهاشتاجنا الليلة بعنوان بيئتنا. وأرحب بضيوفي الكرام، الدكتور صلاح المضحي، أستاذ في كلية الهندسة والبترول والمدير العام السابق في الهيئة العامة للبيئة. أهلا ومرحبا بك دكتور صلاح. إياك الله. كذلك الدكتور مناف بهبهاني، رئيس قسم علوم البحار في كلية العلوم بجامعة الكويت. أهلا بك دكتور مناف. أهلا بك. سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي. مشاهدين الكرام، هذا التقرير وثم سنبدأ. شاهدنا هذا التقرير معا، والبداية مع الدكتور صلاح المضحي. دكتور صلاح، هل هناك معايير أو مقاييس عالمية لقياس جودة البيئة في بلد أو إقليم أو منطقة ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك، يعني جرت العادة، خلينا نقول من 1992 هني لما بدأ شوي نوعا ما اهتمام العالم بشكل عام في ما يتعلق في البيئة، وعقدت حزتها قمة الأرض، كانت من يعني الكويت من الدول القلائل اللي حضرت هذه القمة بأعلى مستوى، كان رحمة الله عليه الشيخ جابر من ضمن الحضور حزتها. من ذيك الأثناء إلى الآن أصبح عندنا ما يقارب 8 اتفاقيات دولية احنا موقعين على أغلبها في الوقت الحالي. أغلب الاتفاقيات هذه تكون منظمة من خلال المعايير وقسمتها. بالأول كانت خلينا نقول مثلا معايير شاملة، الآن أصبحت البيئة البحرية بصوب، البيئة البرية بصوب، تلوث الهواء بصوب، وكذلك حتى بعضهم الآن أصبح في معايير ثانوية داخل التقسيمات هذه. فهو لا شك في معايير كثيرة، قد يكون مؤشر الأداء البيئي هو أشهرهم، وهذا يتم تقييمه كل سنة من جامعة كولومبيا في ييل في الولايات المتحدة. مؤشر الأداء البيئي. مؤشر الأداء البيئي. طيب شنو وضع الكويت أو تصنيفها أو تصنيف بيئة الكويت في هذه المعايير أو في هذا المؤشر بالتحديد؟ والله شوف، هو المؤشر هذا في له يعني مؤشر شامل وفي مؤشرات ثانوية داخل تأخذ مثلا تلوث الهواء بصوب، الصحة بصوب وغيرها الأمور هذه كلها، لكن بالمؤشر العام بشكل عام وضع الكويت ما هو جيد، ما يرضينا لا شك، يعني ما يرضي حتى القائمين في البلد، ولكن هذه مؤشرات متغيرة، يعني بإمكاننا سواء الجهات المعنية إذا كانت الهيئة العامة للبيئة والحكومة وفي نفس الوقت أيضا المواطن، لأن في هناك خلل نوعا ما في فهم موضوع الحفاظ على البيئة. الحفاظ على البيئة ليس يعني أو ما نقدر نقول أنه والله فقط مناط في هيئة البيئة والجهة الحكومية، غير صحيح، المسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة على الجميع بما فيهم المواطنين والمقيمين، لأن بالأساس اللي يسبب ما يسمى بالنيجاتيف امباكت الضرر على البيئة هو بالنهاية الإنسان المواطن والمقيم. فالجهات الحكومية لها دور، لكن أيضا الدور الأكبر بيكون على المواطنين والمقيمين. فردا على سؤالك، في مؤشرات لا شك في مؤشرات موجودة، المؤشرات الأخيرة بالنسبة لدولة الكويت ما ترضينا الحقيقة، لكن أنا عندي إيمان أن الكفاءات موجودة وبإمكاننا نحسن دائما من موقعنا. نعم دكتور مناف بهبهاني، هل جودة البيئة في الكويت متجهة إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ يختلف بالنسبة لبعض الأشياء وأشياء أخرى. شو المقصود بعض الأشياء؟ مثل البيئة البحرية غير عن البيئة البرية؟ صح، البرية غير والبحرية غير والهواء غير. نبي بالتفصيل الآن. أوكي، إحنا لما نيجي للبيئة البرية، طيب تقريبا إحنا دمرنا التنوع الأحيائي اللي موجود. دمرناه تدمير. الآن ما في تنوع أحيائي بالكويت؟ في، بس يعني دمرنا جودة التنوع الأحيائي اللي كان موجود، أعداد الكائنات اللي كانت موجودة، في أشياء اختفت تماما من البيئة البرية الكويتية، ما نشوفها، غزلان وغيرها. بسبب من؟ الإنسان ولا البيئة بشكل عام؟ تغير المناخ؟ الإنسان بسبب أفعالنا إحنا.
الحبارة اختفت، الغزلان اختفت، وايد أشياء يعني كانت برية، القط البري اختفى، بعض أنواع الذئاب اختفت. هذه كلها كانت موجودة ببيئتنا. موجودة. متى كانت موجودة يعني، من زمان ولا؟ إيه من زمان يعني، من خمسينات وستينات كانت موجودة. كان في غزلان يروحون الناس يصيدون غزلان يجون يعني، ما اختفت هذه الأشياء. الطيور المهاجرة عندنا في يعني مهددة. هذا بالنسبة للبيئة البرية. عندنا النباتات صار فيها راعي جائر، أعداد مهولة من الماشية، من الجمال، من الخرفان. يعني واضح إجابتك أن بالبيئة البرية إحنا متجهين للأسوأ. طبعاً وأسوأ كثيرا. موضوع التخييم دمر البيئة البرية تدمير كامل يعني. راح نتكلم عن هذا التخييم وغيره، لكن طيب. بنسأل عن البيئة أو الجو بشكل عام، الهواء عندنا بالكويت متجهين للأفضل إحنا؟ شوف، ما في دولة هواها لها، ما في يعني حدود يعني تأثير بالتبعية. احنا هوانا مشترك مع الدول اللي حوالينا. زي احنا قاعد نخرب عليهم ولا هم يخربون؟ مشترك، ناخذ ونعطي. زين، احنا الله بس حابنا هني لان في هواء، في رياح شماليه جنوبيه غربيه دائمه، هذه تحرك المتلوثات توديها بحر يعني تبعدها عنا. بس في نفس الوقت ممكن تجيب من دول اللي شمالنا مثلا. يعني يعتبر هوائنا ملوث ولا؟ يعني جو الكويت مو مستقر، مو جو يعني بلد مستقر. الجو دائما في تقلبات، هواء وعاصف ورياح، فهذه ساعدنا ان تشيل الملوثات. في نفس الوقت ممكن تجيب ملوثات اخرى مثل الغبار مثلا. فالغبار مو مصالحنا، اي في ملوثات، في حشرات، في كذا، تاثر على صحتنا، تاثر على الحياه في الكويت. الغبار يعني في له عواقب كثيرة. نعم. حوادث غيره. الدكتور مناف، الآن السؤال يعني بشكل مباشر، الهواء عندنا بالكويت ملوث أو غير ملوث؟ ونبي نسأل بالتحديد عن هواء الدائرة الثانية، يقولون هو أكثر هواء أو دائرة يكون فيه ما في هواء ملوث. ما في هواء في أي بقعة من العالم غير ملوث. يقول الحين قول لي أي مكان في العالم، حتى الغابات الغابات والجبال لكن يفرق بدرجة التلوث. ما في هواء غير ملوث، كل الهواء في العالم ملوث الحين. احنا درجتنا سيئة جدا. كل المياه ملوثة، يعني ما في مياه الحين تروح لنبع ولا شيء تقول اشرب منها، اشرب بس ما حيكون صافي 100% الا وفي نوع من التلوث. لان الغازات هذه اللي في الهواء وين تروح؟ تذوب في المياه. وشنو مصدر تلوث الهواء بالكويت؟ السيارات، محطات التقطير، محطات البترول، طيارات، كل شيء، مكيفات التكييف، البطارات، الجنريتورات، هذه كلها تلوث الهواء. نعم. دكتور صلاح، انت تفضلت وتحدثت عن المنظمات العالميه او بعض الاتفاقيات اللي موقع عليها الكويت. الكويت موقع على كل اتفاقيات البيئيه الى الان. يس. نعم. الان السؤال، ماذا يترتب على بلد ما اذا لم يلتزم بالمعايير العالميه للمحافظه على البيئه؟ ممتاز، هذا خوش سؤال. بس انا عندي بس شغله بسيطه اقدر استكمل فيها اللي ذكره الدكتور مناف قبل شوي فيما يتعلق في الملوثات. لا شك هناك ملوثات ثابته وفي ملوثات متحركه، والدكتور ذكر يمكن اغلبهم الان. تذكرت بالتحديد فيما يتعلق في الدائره الثانيه، او اللبس اللي صار هنا الحقيقه ان المحطات الثابته عند الجهات الرقابيه مثل هيئه البيئه، في عندنا هناك محطات ثابته وتقيس بعض الملوثات. الدائره الثانيه اللغط اللي صار عليها هي وكذلك محطه رميثيه، ان في وقت الازدحام، وقت الذروه، لما تيجي وتقيس فعلا تكون بعض الملوثات مثل اول اكسيد الكربون على سبيل المثال يكون مرتفع، لان انت عندك صاير كونجكشن، صار عندك يعني ازدحام بالسيارات. واحنا الان ما شاء الله بالاول كان عندنا ساعه ساعتين الازدحام، الان 24 ساعه. فبالتالي هذه المحطات قامت تقرا بعض الملوثات بشكل مرتفع واعلى حتى من المعدل الطبيعي. صحيح اذا الازدحام بس بالدائره الثانيه، لا شك بكل مكان. كل مكان، لكن قرب هذه المحطه من هذا الدائري اعطت هذه المؤشرات. في محطات اخرى تكون وين؟ داخل المناطق، وعاده تنحط وين مثلا؟ يا اما فوق المستوصف ولا فوق المخفر ولا غيره، فما تكون قريبه جدا من اماكن الازدحامات هذه. هي تقرا ملوثات لكن مو كثر هذه، لذلك ما اقدر اقول ان الدائري الثاني كان هو اكثر عرضه للتلوث، بل على العكس في الكويت اكثر مكان يكون. دكتور يعني تدافع عن الدائره الثانيه؟ ما تدافع عنه، ولكن ما اقدر اقول ان هذا المكان هو ملوث اكثر، بل على العكس. احنا يمكن الكوريدور الهواء اللي عندنا في الكويت هو شمال غرب،
وهذا ذكر الدكتور قبل شوي، فاغلب الملوثات اذا كانت موجوده عندنا وبكثره بتكون جنوب الكويت، يعني المناطق اللي ما بعد الاحمدي على سبيل المثال، هذه اللي بتكون. بس ارجع لك على الان بتجاوب السؤال اللي تفضل يعني سالته. لا بس مو الحين، بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. اهلا بكم مشاهدينا. دكتور صلاح المضحي، سؤالنا اللي قبل الفاصل، ماذا يترتب على بلد ما اذا لم يلتزم بالمعايير العالميه للمحافظه على البيئه؟ خلينا نصنفها كالاتي. اكثر تصنيفين موجودين هو الدول الصناعيه اللي متسببه بشكل رئيسي في تلوث البيئه بشكل عام على مستوى العالم، وهذه الدول حسب الاتفاقيات هي ملزمه في تعديل بعض قوانينها وانظمتها. وفي دول ما يسمى بالانكس 2 يسمونهم، وهو الملحق الثاني. الكويت من هذه الدول. ما هي من الدول الثاني. اللي اي ما هي من الدول اللي تكون مسبب رئيسي للتلوث، ولكنها هي وبقيه الدول على مستوى العالم يجب ان تعمل على تحسين البيئه. لذلك احنا ما احنا ملزمين في اغلب الاتفاقيات طبعا، ولكن في عندنا يعني في عندنا خلينا نقول التزام ادبي انجاز التعبير اخلاقي في موضوع انه والله نحسن. طيب لو الكويت ما التزمت مثلا في بعض يعني بعض البنود حسب الاتفاقيات، لا شك ان هذا بيكون عليه اثر خلينا نقول سياسي اكثر منه يعني انجاز التعبير مالي ولا غيره. السياسي اكثر، يعني مهما كان انت بلد صغير وتاثيرك او يعني تاثيرك في البيئه يكون قليل، لكن ايضا انت موقع الاتفاقيه بانك تساعد في تحسين البيئه لا شك. والله الحمد احنا يمكن الكويت من الدول العربيه اللي التزامها في اغلب الاتفاقيات كان بشكل عالي. على سبيل المثال تذكر بالاول يمكن السيارات، الشباب كانوا يروحون شويخ على اساس انه بين فتره وفتره يروح يغير غاز الفريون حق المكيف. الان هذا توقف، لان كان هذا من ضمن الغازات اللي لازم تعمل لها فيز اوت، تنتهي او ينتهي استعمالها. الكويت من اوائل الدول اللي يعني الحين ما حد يبدل الغاز مال التكييف بالشويخ. لا موجود، ولكن مو الغاز هذا، تغير الغاز. تغير. يعني ما يسمى بالسي اف سيز والسي اف سيز، هذه كلها بعض الملوثات او اثبتت انها ملوثات وسبب رئيسي لما حصل لطبقه الاوزون. نعم. فبالتالي الكويت ملتزمه الى حد ما افضل من كثير من الدول، فلله الحمد. يعني ما اقدر نقول لو ما التزمنا احنا لحد يعني لحد الان ملتزمين ان شاء الله. دكتور مناف، هل الكويت فاعله عالميا في المجال البيئي سواء في الابحاث العلميه او غيرها؟ احنا يعني لنا ابحاث طبعا في الجامعه، نتكلم معهد الابحاث بالذات والجامعه لهم ابحاث كثيره في مجال البيئه. فاعله؟ نعم، ابحاث تنشر وفي مجلات عالميه ومرموقه ولها يعني تاثير. بس لما نجي المبالغ اللي تصرف على البحث العلمي ضئيلة جدا، ما هي على مستوى الطموح. يعني دولة الكويت الدولة غنية، مفروض أن يكون عندنا احنا دعم أكثر للبحث العلمي. مؤسسة الكويت تقدم العلمي مو قاعدة تساهم؟ تعطي قليل مو وايد، مع احترامي لهم يعني إذا يعطون بس بالقطارة. يعني تعطيكم لكن أقل مما تطمحون فيه؟ طبعا كان ممكن مؤسسة تكون يعني لها ريادة كبيرة في المجال هذا. هي تعطي ما ننكر، بس حجم المؤسسة ما ناخذ احنا حجم المؤسسة والموارد اللي عندها اللي تعطي لا شيء في نظري انا يعني. كان ممكن يكون لهم دور اكبر، بس نعم. الدولة احنا ما لنا من المؤسسة الحين، الدولة المفروض هي تكون عندها سياسة. يعني اي دولة تمر في ازمات اقتصادية بيئية مشاكل يلجؤون الى البحث العلمي. احنا بالعكس، خصوصا بعد الغزو. بالعكس احنا الحين لما عندنا مشكلة مالية نقصنا من الموارد اللي تساعد في البحث العلمي، خلاص لا البحث العلمي هو مو مهم. ليش مو مهم؟ بالعكس هو اللي راح يطلع لك من الورطه. الدول اللي تستثمر في البحث العلمي عشان تطلع من مشاكل، تحل تشوف مشاكل لها. هذا يمكن صار النقص على كل ميزانيه الجامعه بشكل عام. ما يصير عندنا معهد الابحاث دكتور مناف، سواء المعهد او غيره، الميزانيات يعني تقلصت. فانت المفروض يكون برنامجك عكس، اول شيء البحث العلمي عشان يحل لك المشاكل. مو انك انت تقول والله، وخصوصا بعد الغزو. اي وقت اي ازمه تمر فيها الدوله، سياسيه كانت، اقتصاديه كانت، اجتماعيه كانت، تلجا الى البحث العلمي. عندك مشكله جريمه في البلد. زين دكتور مناف، من يحل مشكله الجرائم؟ لازم تعرف اسبابها، فتصرف فلوس عشان تعرف اسباب هذا، وبعدين تصرف فلوس عشان حلولها.
وبعدين تصرف فلوس علشان تطبق الحلول. خلنا نطلع من الفلوس نروح القوانين الحين دكتور مناف. نبي نسأل عن قانون البيئة اللي هو قانون 42 على 2015. نعم. شو رأيك بهذا القانون المعني بحماية البيئة؟ هل هو شامل وكامل ومتوافق مع المعايير الدولية؟ قانون ممتاز والفضل طبعا الأستاذ مضحي كان أيامه هو في أيام القانون هذا اللي هو في 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 طور المناقشات ولا نشكر إحنا على جهوده طبعا لازم يذكر هذا. القانون جيد شامل. يمكن تطبيقه فوق طاقة الجهاز المعني. يعني مثالي؟ لا مثالي ما في، مستحيل يكون مثالي. قانون جيد لكن تطبيقه فوق طاقة الجهاز اللي المفروض يطبقه. مو في عقوبات تصل للإعدام؟ ما أنا أقول لك الحين العقوبات، أنت عشان توصل العقوبة لازم تمسك المجرم أول. عشان تمسك المجرم لازم يكون عندك جهاز رقابي. وسهل هذا الامر ان يمسكوا المجرم ولا صعب؟ مو اذا عندك ناس يمسكون يمسكون، اذا مثلا لازم تهيئ الجهاز المفروض يطبق القانون. الجهاز عندنا مو مهيئ، يعني انت لما تيجي الهيئه العامه للبيئه كم مراقب فيها؟ يلفون في الشوارع وفي في البيئات ويروحون البار ويروحون كذا، عدد قليل يعني ما يكفي ان هم يطبقون القانون هذا بحذافيره. نعم. احنا مستانسين ان تم تاسيس شرطه البيئه في وزارة الداخلية اللي هو مطلب من مطالبات قانون البيئة، هو شرط على وزارة الداخلية أن يأسسون خلال سنتين جهاز رقابي باسم شرطة البيئة، وجزاهم الله خير ما قصروا وسووا. بس لما تيجي لأعداد شرطة البيئة ما يتعدون 20 واحد، وللحين ما عندهم الضبطية القضائية. ما أدري بس شرطة ما عندهم للحين، ما أدري بس هو يعني ممكن يوديك النيابة. نعم. دكتور صلاح، أيضا الحديث عن قانون البيئة، هل هذا القانون يلبي طموحاتكم يعني واللي كنتوا تسعون له بالنسبة لهذا القانون؟ وهل العقوبات الواردة في نصوص هذا القانون تعتقد أنها عقوبات رادعة؟ شوف أحمد، لو قارنا مع القانون السابق اللي وضع في 1995 لا شك هذا كان قانون طموح، انتقلنا فيه من 24 مادة إلى أكثر من 180 مادة، فصلين كاملين يتكلمون على العقوبات، فصلنا بشكل كامل يعني ماهية عمل بعض العقوبات. دكتور صلاح ما أبي أقاطعك، لكن بعض العقوبات تصل إلى الإعدام. صحيح. يعني إحنا عندنا أزمة قوانين، أنت تفضلت وقلت أن من عدد كذا إلى عدد كذا، هل أزمتنا أزمة قوانين؟ لا 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 لا، لا مو أزمة قوانين، ولكن العالم تتطور. ما أنت الآن يعني قبل القانون هذا ما كان في عندك أمور تفصيلية، يعني كانوا القضاة على أيام قانوننا القديم كانوا يعانون لما نخالف جهة وتروح عند القضاء، القضاء ينظر إلى القانون. أنت القانون ما فصل، القانون السابق ما فصل، كانوا فقط مادتين يتكلمون على العقوبات، فبالتالي من الصعب جدا كان أن يوجد الشخص المعني. باختصار أعطيك إياها، القانون هذا هو قانون طموح جدا، أتفق مع الدكتور فيما يتعلق في الكوادر. قانون بهذا الحجم نعم يفترض أن خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة يتم تطعيم الجهات المعنية بالذات الهيئة العامة للبيئة بالكفاءات. الهيئة العامة للبيئة ترى ما هي جهة تنفيذية، هي جهة رقابية بالدرجة الأولى. الهيئة تختلف يعني عن بقية الجهات، حالها حال ديوان المحاسبة، حالها حال ديوان المحاسبة، هي جهة رقابية، هي ما هي جهة تنفيذية، هي جهة رقابية تراقب الجميع بما فيهم إمكانياتكم الآن بقدر القانون أو إمكانيات هيئة البيئة بقدر القانون. في الوقت الحالي يمكن ما يحضرني، لكن أعرف أن لا زالوا محتاجين. أنا ما أقول لك أن ما فيها كفاءات، فيها الكفاءات، ولكن باعتقادي مع القانون هذا حتى فعلا تجي وتصل إلى مرحلة يكون فيها اطمئنان ذاتي عندك أن أنت قاعد تطبق القانون بحذافيره، تحتاج أن تعين مو أكثر من 50 و60 بس ما تشوف العدد قليل؟ يعني الآن هناك ضبطية قضائية، هناك أماكن متعددة تتجه لها هيئة البيئة لتطبيق هذا القانون، لكن وما في رجال أيضا، عدد رجال يعني يقدرون يطلعون بعض الأماكن اللي تكون ربما صعبة نوعا ما، بحر أو غيره. هذه الأمور مأخوذة يعني بالحسبان بالنسبة لهيئة البيئة؟ في أمر أيضا لازم يعرفون الناس، وهو أن هذا القانون مطلوب تطبيقه ليس فقط من الهيئة العامة للبيئة، وإنما من كل الجهات اللي عندهم إدارات بيئة. على سبيل المثال من أكبر الوزارات الموجودة عندنا ويتعاملون يعني مع هيئة البيئة وقد يكونون سبب يعني بطريقة ما في ما يتعلق في التلوث، وزارة الكهرباء، الأشغال، البلدية، الرعاية السكنية، هذول كلهم طبعا يفترض يعني أنا على أيامي كانوا أعضاء، أنا على أيامي لا شك لا متعاونين، وأنا أجزم أن لا زالوا متعاونين لا شك، لكن تطبيق قانون البيئة
يعني انا احنا اذكر لما احنا قعدنا يمكن 5 سنوات مناقشات في مجلس الامه الى ان اقر في 2014. الان شيء جميل انك اقريته، لكن مو مطلوب فقط من جهه هيئه، حتى لا تحمل الهيئه يعني اي قصور يكون موجود في الدوله، تطبيقه على الجميع. كل هالجهات هذه مطلوب منها انها ايضا تطبق. انا بس هالجزئيه. نعم، بس بإجازة دكتور. اي فيما يتعلق في شرطه البيئه، لا شك احنا كان الهدف عندنا موضوع القانون ما نقصد فيها فقط ان تكون في اداره ويكون فيها 10 او 20 شخص، بالعكس من بالنهايه انا ابي كل شرطه الدوله يكونون شرطه بيئه، لان انت بالنهايه عندك قانون تبي تطبقه، عندك قانون او قوانين وزاره الداخليه، وعندك قوانين اخرى ممكن تطبقها، فيفترض ان يتم تدريبهم كلهم. اما الضبط القضائيه فممكن اخصصها فقط لهذه الاداره. نعم، احنا راح نكمل حوارنا وياكم ان شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. اهلا بكم مشاهدينا. دكتور مناف بهبهاني، الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه انشئت بهدف القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها. دكتور مناف، كيف تقيمون عمل هذه الهيئة بعد هذه السنوات؟ ضعيف جدا. ضعيف جدا؟ نعم. ليش؟ ما عندهم كوادر. ما عندهم كوادر فنية، ما عندهم كوادر. قولي كم واحد في الهيئة الزراعة عندهم شهادة دكتوراه وماجستير؟ لا يعني هم عندهم عدد ولا ما عندهم كفاءات؟ ما في كفاءات. ما في كفاءات؟ لا، بس في عدد يعني. عدد عندهم بس يعني. شنو ينقصهم بعد دكتور مناف؟ هو واضح انت لما تشوف الهيئه العامه للزراعه لما يصير في تدوير، مدير الثروه السمكيه يودونا مدير الثروه الحيوانيه، مدير الثروه الحيوانيه يودونا الثروه، يصير تداول بينهم. طيب وين ليش؟ وين الكفاءات؟ ليش؟ يعني الهيئه ما فيها الا هالاربع اشخاص اللي قاعد يداورونهم. ليش هذا الامر؟ انا ما ادري، اسال المسؤولين عن الهيئه. ما حاولتوا؟ ما فيها كفاءات فنية يعني. ما فيها أجهزة، ما فيها مختبرات، ما فيها يعني ما عندهم إمكانيات دكتور. ما في إمكانيات. ما في إمكانيات. هم غايصين، هم عندهم مشاكل كثيرة. يعني عندهم مسألة الحيازات الزراعية، عندهم مسألة الصيادين، الرخص، الترخيص، الجواخير، فهالأشياء شغلتهم، عرفت شلون؟ عن مسائل البيئة. احترامي لهم يعني، ناس طيبين واصحابنا ونعرفهم. لكن ما قاعد يقومون بعملهم يعني؟ لا، هم يعني ما نقدر نلومهم لتدهور وضع البيئي، لان امكانياتهم ما هي متوفره عشان. يعني وين الخلل دكتور مناف؟ بالامكانيات. لازم عندهم جهاز علمي قوي. نعم. هم الى الحين يعني اعتمادهم الكبير كان على معهد الابحاث. نعم، والآن السؤال عن الجمعيات والجماعات البيئية التطوعية في مجال المساهمة في الحفاظ على البيئة. والله جزاهم الله خير. كيف تجدون عملهم؟ جزاهم الله خير. أفضل يعني من عمل الهيئة؟ لا يعني كل واحد في اختصاصه يعني، ما لازم ما نخلط الأمور. أوكي، مو نفس الاختصاص هم دكتور؟ لا، هم لهم اختصاصات مثل ما قلت لك. في عندهم يعني مسؤوليات في توزيع الحيازات الزراعية، في الزراعة التجميلية. ما ننكر يعني هذا الدور. شوف الكويت ما كانت كذي، الشوارع كلها خضراء وكلها كذا. فجزاهم الله خير يعني، ما يقصرون، في مشتغلين. واذا بنقارن بس لما تجي لحماية البيئة. نعم، هني عندهم قصور. اللي هم من؟ هي العامة الزراعة. اذا ونتكلم ايضا عن الهيئة العامة للبيئة والجماعات التطوعية. لا لا، من الافضل؟ لا، كل واحد له دوره، ما نقدر نقارن. مو هم دور واحد دكتور؟ لا ما نقدر نقارن، كل واحد له دور. الجمعيات النفع العام تطوعية. ما حد يقدر يقاضيها، وما حد يقدر يقول لها ليش سويتي او ليش ما سويتي. هذه اللي هي اذا سوت يقول لها جزاك الله خير، اذا ما سوت ما حد يقدر يلومها، لان شيء تطوعي. واحد جاي من وقته داش الجمعيه، يبي يسوي مشروع، يبي يسوي كذا، يسوون مشاريع، يسوون ندوات، يسوون كذا. يعني انا عضو في لجنه، رئيس لجنه في جمعيه حمايه البيئه، من انشط الجمعيات البيئيه يعني، ما حد يقدر ينكر. وهم اقدم من الهيئه العامه للبيئه؟ اقدم. السبعينات تقريبا. اي 74 اقدم، ولهم نشاط. واللي في الهيئه العامه للبيئه هم اعضاء في الجمعيه، يعني ما في فرق بينهم، ما في تنافس، مو قضيه تنافس، ولكن الجمعيه تساعد الجهات الحكوميه، ما قدرت تقوم بعمل الجهه الحكوميه، هذه وايد نقطه مهمه يعني. احنا ما نقدر نحمل جمعيات النفع العام مسؤوليات الحكومه، الجهات الحكوميه.
لأن الجهات الحكومية مسائلة أمام القانون، أمام مجلس الأمة، أمام الشعب. لكن هناك هامش حرية أكبر يعني. جمعياتنا في العام تقوم بدور مساند للجهات الحكومية. نعم. هذا لازم يكون واضح للجميع. بس على هالنقطة هذه قبل هادش على نقطة جديدة. بس بإيجاز أساس. لا لا إن شاء الله. هذه بالذات أنا أعتقد ترى كثير من الدول الآن يقاس تقدمها بكم يعني عدد وعمل مؤسسات المجتمع المدني بما في هذه الجمعيات. لذلك هذه الجمعيات صحيح وإن كان عملها تطوعي لكن ترى وجودها وكثرتها لا شك أنه يعطي تقدم للدول ومنها طبعا دولة. نعم. وماذا عن الصناعات في الكويت؟ هل هي متوافقة مع المعايير والضوابط البيئية؟ الصناعة للأسف لا، يعني مو متوافقة. أكون صريح وياك لعدة أسباب. طبعا لا شك أنه في هيئة خاصة فيهم. أحيانا ما كنا نلوم هنا بعض الجهات المعنية، يعني مثل هيئة الصناعة الآن عندها قانونها ومطلوب منها سواء مواجهتها مع الحكومة أو حتى مجلس الأمة بأن تقوم بتنمية الصناعة في الكويت، فبالتالي يكون اهتمامها في تطبيق قانونها. ولكن لا شك في معايير أخرى وقوانين أخرى خاصة في البيئة قد تتعارض. ومن المسؤول أنها أو يتأكد أنها متطابقة مع معايير البيئة؟ لا شك الجهتين، هيئة البيئة وهيئة الصناعة. هيئة الصناعة عندهم قطاع كامل في البيئة وهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة البيئة، وهيئة البيئة كذلك تراقب عمل هيئة الصناعة والهيئات الأخرى وأيضا موجودين في مجلس إدارة هيئة الصناعة. أنت لما كنت مدير دكتور صلاح كنتوا تسكرون مصانع؟ صحيح. كنتوا تسكرون؟ كنا نسكر مصانع. شنو السبب؟ مخالفتها لا شك. يخالف تسكرونه؟ إي يكون كم مصنع سكرتوا؟ وين من 2010 إلى 2013 14 مصنع. وين أماكنهم؟ كانوا أغلبهم في الشعيبة الغربية اللي هي قريبة من منطقة علي صباح السالم في جنوب الكويت. لـ 2013. مشكلة هذه المنطقة عموما يعني وإن كانت احنا قلنا قبل شوي في عندنا ملوثات ثابتة وملوثات متحركة. المتحركة تتكلم على أغلبها السيارات أو يعني في المجمل تكون من السيارات، أما الثابتة مناطق جنوب الكويت في الغالب إذا كان بيها شيء فراحية من أكبر مصدرين وهما الحقول النفطية وكذلك المصانع. لذلك لما نتكلم عن المصانع أغلب مصانع الكويت وين موجودة في شعيبة سواء الشرقية ولا الغربية. لذلك كانت عيننا بشكل مستمر على هالجهتين. كانت عينكم بشكل مستمر على هالجهتين. زين بعد 2013 ما صار إغلاق المصانع؟ 2013 لأنه كان هذا آخر مجلس عقد للمجلس الأعلى، لأن أيضا عملية الإغلاق ما هي سهلة. يعني احنا كنا نرفع الأمر إلى المجلس الأعلى ونثبت هذا الخلل ويقوم المجلس الأعلى حزتها يكون رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى، فبالتالي يقوم بالإغلاق. بعدين صارت صعبة؟ بعد لا للأمانة أنا أتكلم 2013 لأن أنا شخصيا كنت موجود لغاية بداية 2014. لكن من بعد 2014 لم يغلق أي مصنع. أتمنى يكونون المصانع التزموا متوافقين. نعم. لكن أتكلم على الفترة السابقة. لكن تذكرت لي أو سألتني على موضوع المصانع. المصانع أقول لك أولوياتهم تختلف. صحيح يبي يطور من عمله. نعم. يبي يلتزم قوانين البلد لكن ما تكون عنده الأولوية. لذلك على الجهات الرقابية هي يعني تكون عينها مستمرة عليه. نعم. دكتور مناف، كثر الحديث عن جون الكويت وتدهور البيئة فيه بسبب بعض المشاريع التنموية سواء جسر جابر أو غيره من المشاريع. أولا، ما هي أهمية جون الكويت تحديدا وهل صحيح أنه تأثر بهذه المشاريع؟ نعم، جون الكويت أول شيء هبة من الله للكويت. الحمد لله. أي لأن هي الحاضنة، المربى، هذا أهميته، المزرعة اللي تزرع لنا الأكل وتوفر لنا الثروة السمكية والتنوع الأحيائي. بسبب وجوده قريب على شط العرب، وشط العرب طبعا فيه مغذيات كذا تأتي، ومكان هادئ بعيد عن الأمواج، بعيد عن التيارات القوية، مكان مناسب جدا لتكاثر الأسماك والروبيان والحيوانات الأخرى. احنا سوينا هنا دفن المناطق الساحلية لجون الكويت، مساحات شاسعة واسعة، يعني بس أعطيك مثال المنطقة الحرة مدفونة، مدفون كامل، سوق شرق مدفون كامل. يعني هذا تدمير لجول الكويت؟ أكيد. يعني أنت الآن عندك مزرعة زين،
مستشفى الأميري كذلك؟ عندك مزرعة تنتج نعم. كذا رأس بقر أو كذا حليب أو كذا، جيت في الزاوية هذه بنيت بناية، في الزاوية هذه سويت مدرسة، في الزاوية هذه إيش قاعد تسوي؟ قاعد صغر صغر المزرعة. ما في تنبيهات، ما في تقارير من هيئة البيئة، من الجهات المختصة؟ من يسمع؟ معقولة ما حد مهتم بالبيئة؟ مهتمين بس من يسمع؟ في وايد ناس مهتمين. انت لما تيجي تقول والله المشروع الفلاني يضر بالبيئة، يقول لا انت ضد التنمية. طيب انا قاعد انفك اقول لك هذا مشروع يضر بالبيئة، تقول لي ضد التنمية؟ زي الاهتمام بالبيئة مو اهتمام بالتنمية؟ وتعزيز للتنمية؟ التنمية المفروض ما تضر بالبيئة. انت ممكن تنمي بيتك بتنمية، سويها منطقة سياحية، منطقة دراسية، منطقة علمية، منطقة انتاج. عشان كذي كانت الهيئة ضد انشاء جسر جابر؟ والله يعني طبعا موضوع انا ما اقدر اتكلم فيه، ما كنت انا اللي اسويه. انا اتكلم فيه الجزئيه هذه بعد. اوكي. فاحنا ضد مو بس جسر جابر او شيء، مو قضيه جسر جابر، قضيه ان انت عندك منطقه منتجه مزرعه قاعد تستقطع منها اجزاء. فلا تتوقع بالتالي تعطيك نفس المردود اللي كان يعطيك قبل. نعم. وبعدين جون الكويت طبعا كونه مغلق، دام انه قاعد اي ملوثات تدش فيه، عفوا لو كان كونه نعم. مغلق شبه مغلق نعم. اي ملوثات تدش فيه حتكون لها تاثير مباشر. صحيح. نعم. بما ان الحديث عن جون الكويت، نبي التعقيب بالنسبه لجسر جابر، الهيئه كانت ضد انشاء جسر جابر؟ صحيح. ضد التنميه يعني؟ لا، حزتها اسباب بيئيه كانت؟ كنا اي لا شك. يعني انا اذكر يعني لما طلعت الكتاب حزتها بالرفض، كان بوقتك هذا دكتور؟ كان بوقتي. وكنا اعطينا البديل. شنو البديل؟ والسرعوي بعد كان الايام. اي بس لما انشئ بحزتها يعني رفضنا الموضوع، وكان البديل انه يطلع من صوب الدائر الاول، نهايه الدائر الاول وين جمعيه المهندسين، يطلع من فوق ذاك الصوب. ما احنا ضد انه يكون فيه الجسر، ولكن ما يطلع من هذا المكان اللي الان موجود فيه، واخذ بهذا الاعتبار ومش على الاساس. ولكن تم تغيير القرار في مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يملك ان اي قرار من هيئه ولا قرار وزاري يتم او يعني نعم. يتم تعديله. دكتور صلاح، لضيق الوقت، الوقت جدا ضيق، كيف تجد تحول الكويت في هذه الفتره الى استخدام الطاقه النظيفه والوقود البيئي واستبدال المصافي النفطيه؟ هل هي سريعه ام بطيئه ام طبيعيه؟ كذلك هل باعتقادك ان هذا التحول اقتصادي بالدرجة الأولى أم تحول بيئي؟ هو لا شك اقتصادي. أنا يمكن الشيء بالشيء يذكر، يعني هم مهتمين بالبيئة؟ لا 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 لا، هو اقتصادي. وعلى فكرة احنا بلشين فيه، أنا الآن قاعد أكلمك وأنا مقرر للجنة العليا للطاقة البديلة اللي موجودة في وزارة الكهرباء. إلى الآن عندنا أكثر من 62 مشروع، 30 منهم قائم والبقية خلال السنوات القادمة هذه. طبعا المشاريع هذه كلها بناء على رغبة سامية في 2012 قام صاحب السمو ألقى خطاب في 2012، كنا في الدوحة، كان هو المتحدث الرئيسي في مؤتمر تغير المناخ، فذكر هناك أن الكويت في 2030 راح تنوع مصادر إنتاج الطاقة عندها بحيث أنها تكون مصادر متجددة 15% منها. ومن ذاك الوقت إلى الآن إحنا الآن وأنا قاعد أكلمك في عندنا واحد من اكبر المشاريع يسمى مشروع الدبدبه، يقومون فيه الاخوان في القطاع النفطي لانتاج 1000 ميجا واط من الطاقات المتجدده. مشروع بهالضخامه الى الان في الوقت الحالي ما في ولا مشروع على مستوى دول مجلس التعاون عندها بهذا الضخامه. في عندهم مشاريع على الورق راح تكون حتى اكبر من هذه، لكن الشاهد انه فعلا بدينا نتحول الى هذا الامر، وهذا سياق عالمي. احنا نتكلم في الوقت الحالي الان حاليا، قبل يمكن اسبوع الخطه العشريه اللي طالعه في النرويج مثلا، نعم. في 2025 يبون يتحولون ان كل السيارات عندهم تكون على الطاقه الكهربائيه، فهو توجه عالمي. بل على العكس احنا قد تكون تاخرنا فيه شويه. انت تبون ان نكون، ولكن سيارات كهربائيه؟ لا لا لا، انا اقول لك انه هو توجه عالمي الان، نتوهق بالنفط. فبالتالي اي لا شك، انا اقصد ان الطاقات عموما الطاقات النظيفه بشكل عام، فاحنا متجهين لهذا الامر. في الوقت الحالي عندنا 150 بيت تم تركيب الطاقات الشمسيه او الالواح فوقها، نعم. في 1500 بيت خلال السنه هذه راح تطرح ايضا المناقصه، وهذا كله من خلال مؤسسه الكويت التقدم العلمي. نعم. توجه موجود، ولله الحمد تقبل الناس ايضا.
موجود، لان تعرف امور الناس هذه مرتبطه حتى في المستوى العلمي للناس. نعم، راح نطلع فاصل ونكمل الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا. دكتور مناخ بهبهاني، ظاهره نفوق الاسماك تغزو الكويت بين فتره واخرى، هل هناك اسباب محدده لهذه الظاهره؟ نفوق الاسماك احيانا يكون شيء طبيعي، يعني في ملوثات موجوده في البحر تساعد على نمو الطحالب والكائنات الصغيره والبكتيريا الضاره. هذه ضرب الاسماك تموتها وقد تؤدي الى موتها. شنو سبب الملوثات هذه؟ اسباب كثيره، يعني ملوثات قد تكون بتروليه، قد تكون بيولوجيه، قد تكون معظمها بيولوجيه. يعني بفعل الانسان؟ اي نعم، فعل الانسان. بس ظاهره في البحار العالم، في ظاهره اسمها المد الاحمر. المد الاحمر هي نمو او الطفره العدديه لانواع من الطحالب، بعضها سام بعضها مو سام. يعني واللي عندنا بالكويت سام ولا مو سام؟ في انواع، في نوعين، عندنا سام وعندنا غير السام. فالسام لما يجي حيأثر طبعا على الاسماك ويؤدي الى نفوخها. اذا هذا بس بالكويت دكتور ولا بجميع دول العالم؟ جميع بلاد العالم، كل مكان نفوق اسماك فيه. احنا مشكلتنا ان بحرنا محدود صغير، التغيير المائي فيه والتيارات فيه قليله، يعني ما عندنا محيط مفتوح قدامنا علشان الماي يتغير ويتنظف. وعرف قصدي، زين منو الجهات المسؤوله عن ضخ هذه الملوثات بجون الكويت او اللي تكون سبب في هذه؟ هم جهتين طبعا عندنا احنا. اول شيء الجهه الرئيسيه اللي نتكلم عنها الحين جون الكويت وحوالين جون الكويت، لان هني اللي يصير فيه النفوخ. زين، نعم، شنو منو الجهه الرئيسيه؟ وزاره الاشغال العامه. وزاره الاشغال، نعم، لان المجارين هذه جهه حكوميه. طبعا جهه حكوميه، حكومة بس يعني كنا مواطنين نتكلم عن بلدنا، يعني هي مو قضية من للوم او من لا نقول كذي على اساس ننبه انه يعني كجهات يعني حكومية. احنا نقول الحين يعني مصدر الملوثات المجاري هذه اللي تجي، هي المفروض تكون مجاري امطار، لا توصل فيها اي مجاري من الصرف الصحي. ولكن الواقع صاير شنو؟ انه في بعض الاماكن وزارة الاشغال تقوم بضخ كميات من والجهه الثانيه مياه الجهه الصرف الصحي. الجهه الثانيه ما في كثافه سكانيه وايد، يعني فلما كل ما تروح جنوب المجاري هذه قليل، يعني ما في. يعني عندنا محطه شو يسمونها هذه، وين في شعيبه؟ لا مو شعيبه، ده تنقيه المياه الزور ممكن. لا في الرق اعتقد اكو واحد مو تنقيه المياه بالرق، قصدك العرضيه؟ العرضيه شنو بجنوب قصدي؟ فمعظم الملوثات البشريه في الشمال، يعني شمال من مدينه الكويت مو شمال الكويت فوق. اي بس كجهه مسؤوله اللي قلت وزاره الاشغال. نعم، الجهه الرئيسيه. الوزاره الثانيه منو او جهه ثانيه؟ وزاره ثانيه وزاره النفط، لان عندك ملوثات النفطيه في الجنوب. اوكي، هم جهتين هذول بالشمال وزاره الاشغال. نعم، ضخ مياه الصرف الصحي. نعم، في الجنوب، في الجون، وفي المناطق الشمالية الجنوب عندك طبعا المصانع شعيبة والمصانع كثيرة هناك. نعم، مفروض الهيئة العامة للزراعة للصناعة يعني لازم يطبقون القانون على هالجهات هذه. إيه، وحتى الجهات الحكومية كذلك. اي طبعا، احنا عندنا شوف الملوث الرئيسي في البلد هي الحكومة، هي الجهات الحكومية، فالمفروض تطبق القانون على نفسها. لازم، ما نقدر ننكر هذا الشيء، يعني الحكومة نفسها ما يقدر تنكر ان هي الجهات الحكومية هي الملوث الرئيسي. او خلينا نقول، ما نقول الجهات الحكوميه، المنشات الحكوميه هي المصدر الرئيسي للملوثات. نعم. دكتور صلاح المضحي، اين تجد الكويت في مجال اعاده التدوير؟ وقبل هذا، ما هي اهميه عمليه اعاده التدوير في المردود البيئي؟ ولا شك، يعني يمكن في جهات او دراسات كانت تسمي هذا عمليه الذهب او عمليه اعاده الذهب مره اخرى. لأن موضوع إعادة تدوير النفايات بأنواعها لا شك هو يعني عملية يعني إنتاج أو محافظة على هذا الذهب. من غير المعقول، احنا الآن في 2017 ولا زلت تجد يعني كثير من الدول من ضمنها الكويت للآن أن تأخذ هذه المخلفات وتدفنها. الكويت من أكثر الدول إنتاجا
بير كابيتا على كل شخص انتاجا للمخلفات. للمخلفات تعتبر ذهب هذه المخلفات؟ راح اقول لك انا شلون بتكون هي ذهب. ذهب لو استعملتها وعد تدويرها. نعم. انتاج الفرد عندنا بالكويت تعدى الكيلو ونص تقريبا من المخلفات المنزليه، وهذا معدل عالي جدا، المعدل العالمي ما يتعدى الكيلو. اللي صار عندنا الان ان طرحت المناقصه الان في البلديه وجزاهم الله خير، وان كان متاخره لكنها مهمه جدا، ان احنا ملوثاتنا اليوميه او انتاجنا يصل الى تقريبا حوالي من يعني 4000 الى 5000 طن يوميا. المحطه الضخمه اللي راح تقام هذه اولا بيسوون فيها موضوع السجريجيشن، انه يعني ياخذون المخلفات ويشوفون ما يمكن يعاد تدويره يتم فرزه، ومن ثم البقيه يعاد يعني انتاج الكهرباء منها. هذا الامر كان المفروض يكون عندنا من زمان اولا. نعم. هناك دراسه عندنا في جامعه الكويت، لان الوقت لا اقول فيها باقي خمس دقائق فقط. عندنا دراسه جامعه الكويت قامت فيها الدكتور رواء الجار الله تقول الاتي، ان احنا الكويت كل سنه العفو كل يوم قاعدين نفقد 1000 متر مربع بسبب ايش؟ بسبب وجود عندنا اماكن ضخمه نحط فيها المخلفات وندفنها وما تقدر تستعملها مره ثانيه لاي مشروع. لما تعيد تدوير الان، فاذا المردم هذا بدل لا يقعد لك 20 سنه يقعد 200 سنه الان، لانك انت ما راح تقط فيه المخلفات. اهميه اعاده التدوير مهمه جدا. نعم. الكويت الان المفروض في 2020 اعتقد يكون خالص الموقع هذا. نعم. تاخرنا صحيح، لكن يعني نصل افضل منا ما نكون ان شاء الله. دكتور مناف، كيف تجد المحميات البيئيه في الكويت من حيث العدد والاهميه والفاعليه كذلك؟ والله احنا فخورين بالكويت بالمحميات صراحه. يعني احنا عندنا الان يعني نتجه الى 20% من مساحه الكويت ان تكون مناطق محميه. 20%؟ يعني هو المطلوب من عندنا حسب اتفاقيات دوليه. أيوة. اتفاقيه التنوع الاحيائي. واحنا كم محققين الى الان؟ احنا اقرينا ال 20 من 2013. أيوة. اقرينا ال 20 بقرار مجلس الوزراء. والفعلي؟ 20. 20 الان 20. اي الان 20. احنا الحمد لله عندنا محميات، لكن ما تكفي، لان احنا في لازم المحميات تكون في بيئات معينه، يعني اماكن مميزه جدا لا زالت احنا ما حميناها. لازم نحميها، يعني مو قضية مساحة، احنا ما نتكلم عن مساحة. قضية نوعية البيئة اللي يجب انك تحافظ عليها، في نوعيات بيئية ما تعوض ما في غيرها، إذا ما حميتها وراحت عنك اجتهد. الجزر مثلا الجنوبية، شعاب مرجانية، تنوع أحيائي، إذا هذه الشعاب أنت فقدتها ما راح تقدر تسويها أي مكان آخر بالكويت، حتى لو بتعيد بنيانها انتهت راحت. نعم. عندنا جزر مثلا مميزة مثل جزر عوها. هذه عوها ما يفرط فيها، جزيرة عوها فيها تنوع حيائي، فيها وللحين موجود التنوع هذا؟ موجود، بس الحين راح يدخلونها ضمن مشاريع مدينة التنموية. الحرير ومدينة حرير. يعني أنتم ضد المشاريع التنموية دكتور مناف؟ حبيبي احنا مو ضد المشاريع التنموية، احنا نقول لا تدمرون بيئة. بس ما يتعلى هذه، يعني كان أقول لك في أماكن ثانية. سو بس في حدود انك انت ما تدمر البيئة. وهذا يسحبنا للسؤال التالي، يعني نحن مقبلون على ثورة مشاريع تنموية عملاقة، منها المدن الإسكانية وشبكات الطرق وغيرها، كذلك مدينة الحرير، هل يتطلب ذلك استعدادا واستنفارا بيئيا خصوصا من المعنيين بالمحافظة على البيئة؟ هو لا شك تكون عين الرقابة مفتوحة دائما. المنطقة الحضرية بالكويت الآن ما تتعدى 10% أخوي أحمد، فبالتالي أن تكون عندنا ثورة في المناطق والصناعة لا شك، بالعكس هذا شيء جميل. لكن مثل ما قال الدكتور قبل شوي، أن أنت لا تروح على 20% اللي أنت حاميها هذه وتترك خلينا نقول 80% اللي موجوده، لان 80% احنا مستعملين 10% كمنطقه حضريه الان اللي فيها الكويت. فعندك 70، هذه بالعكس هذه استغلها كما يعني شئت. بس مطلوب من المهتمين بالشان البيئي وهيئه البيئه الاستنفار الان لمواكبه تطور هذه المشاريع التنموية. لازم بتراقب بشكل، للعلم ترى حسب قانون البيئه ما في يعني مشروع يقام سواء كان قطاع خاص ولا قطاع عام الا يجب ان يكون عنده دراسه مدود بيئي ويتم اقرارها من هيئة البيئة. لازم بالضبط. بالنسبة للإقرار والمردود البيئي، المدينة الذكية لها دور في المشاريع الإسكانية الجديدة كما أعلنت مؤسسة العامة للرعاية السكنية بالأمس، مثل مدينة جنوب سعد العبد الله الإسكانية. هل باعتقادك ستنجح فكرة هذه المدينة والتي ستعنى باستخدام الطاقة النظيفة وإعادة تدوير النفايات ومياه الصرف الصحي؟ لا شك في البداية أتمنى أنها تنجح. اثنين، كل المقومات أنا أعتقد موجودة لعملية نجاحها، لكن بشرط واحد وهو مواصلة. بمعنى إيش؟ بمواصلة العمل. أنت الآن جيت وقعت مثلا مع الجانب الكوري على هذا، وهذا ذكره مع الوزير أثناءها، وقعت وياهم لإقامة هذا المشروع، كمل عليه.
مشكلتنا احيانا بالكويت عندنا لما تتغير الادارات، ادارات الوزارات ولا الهيئات ولا غيرها ولا كذا، تجد المشاريع هذه يا اما توقف يا اما يعاد يعني تصنيفها مره اخرى. نعم. المواصله هذا اهم شيء، بامكانك ان تقوم في هذا المشروع حتى لو تغيرت. نعم. الوزارات. دكتور مناف، الى ماذا تعزو اسباب ارتفاع درجه الحراره في العالم بشكل عام، حيث بتنا في السنوات الاخيره خصوصا هني يعني في الكويت نشاهد درجات الحراره تفوق 50 لمده ايام بل واسابيع؟ هي سبب واحد بس. شنو السبب؟ الافراط في استخدام الوقود الاحفوري. الوقود الاحفوري هو الغاز وهو الفحم وهو البترول. يعني نوقف ما نستخدمه؟ استخدم بس لا تفرط في استخدامه. احنا مفرطين يعني الان باستخدامه. يعني انظر للطاقات البديله مثل ما تفضل دكتور، يعني انظر في طاقات بديله، طاقه شمسيه، طاقه الحراره، طاقه المياه، طاقه يعني الحرارة. ايضا ارتفاع درجه الحراره بفعلنا بفعل الانسان ما في بس سبب ثاني. طبعا على مستوى العالم. زين دكتور مناف، ايضا في دراسه نشرت اليوم عن معهد الابحاث تقول ان هناك انخفاضا كبيرا في عدد الاسماك او عدد من انواع الاسماك التجاريه بلغ 95% منها. نعم. الزبيدي. نعم. مخزون. ايش رايك بهالدراسه؟ تعليقك عليها؟ تعليقي مؤسف جدا. شيء حزين ومؤسف. شنو السبب؟ السبب مثل ما قلت لك انت الحين قاعد تدمر البيئه المنتجه اللي قاعد تنتج لك الاكل، وقاعد تصيد صيد جائر بدون هذا، طريقه الصيد خطا، المواسم الصيد احيانا خطا. دكتور هذا واحنا عندنا قانون بيئه حديث الان وقانون قوي، وتصل بعض العقوبات للاعدام. هذه قاعد يصير كذي يعني اذا مو ازمه قوانين. لا اللي نشوفه يا استاذ احمد، اللي نشوفه الحين تاثير ما حدث 20 سنه قبل ولا 10 سنوات قبل ممكن المعالجه ولا صعبه. مو تاثير يومي، يعني انا اليوم سويت شيء حميت البيئه باكر لازم النتيجه تطلع. لا، الاثار اللي نشوفها الحين، تدهور الثروه السمكيه مو قضيه امس واليوم، نتكلم عن 30 سنه. تتوقع راح يتحسن الوضع بعد القانون الحديث؟ راح ياخذ 30 سنه. بعد 30 سنه؟ ممكن. انت مو قضيه انه تدمر شيء وتبي تصلح. وهذا هذا يسحبنا للسؤال الاخير. يعني لو عندك شجر، عفوا استاذ، لو عندك شجره. نعم بس باجازه ان الوقت. إيه لو عندك شجره عمرها 400 سنه قصيتها. نعم. كم سنه تبي عشان ترجع مره ثانيه؟ 400 سنة بعد؟ طيب أفكار. دكتور صلاح، سؤالنا الأخير، هل تجد أن للبيئة أهمية في ثقافتنا نحن كشعوب عربية بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص؟ والله بشكل عام على مستوى العالم لا شك، وللأمانة ترى يعني لما نتكلم عن الكويت، الكويت حسب تقرير التنمية البشرية، الكويت رقم واحد بين الدول العربية كلها من ناحية الليترسي أو أن عدد المتعلمين في الكويت يعني هو او النسبه هي الاعلى. نعم. لذلك موضوع ان الثقافه البيئيه مهمه لا شك، وهي ترى موجوده حتى في المدارس. نعم. بل كنا نشوفها لما كنا نقيم بعض خلينا نقول الندوات على سبيل المثال او بعض المهرجانات، اكثر ناس تفاعلون بشكل كبير مثل ما صار مع ترشيد الكهرباء وغيره وكذا، كانوا الاطفال. الاطفال سبحان الله من تزرع فيهم الشيء ترى يستمر وياهم هم. نعم. اللي ينقلونه داخل البيت، ومن البيت لأكبره أيضا ينقلونه حق أسرتهم ليكونوها بعد في المستقبل. فلا شك هذه. نعم. مهمة جدا. الدكتور صلاح المضحي، أستاذ في كلية الهندسة والبترول والمدير العام السابق في الهيئة العامة للبيئة، شكرا جزيلا لك. الدكتور مناف بهبهاني، رئيس قسم علوم البحار في كلية العلوم بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة. مشاهدينا ندعوكم وندعو جميع الجهات الحكومية إلى الاهتمام بهذه البيئة والاهتمام بالبيئة بشكل عام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بيئتنا بإذنه جل في علاه. هاشتاقنا الليلة كان بعنوان بيئتنا، نستودعكم في أمان الله.